يعطيكم العافية جميعاً. الفيديو الماضي حكينا إنه كيف إحنا بدنا نتعرف على حالنا، وحطيت لكم أسئلة ممكن إنها تساعدكم، وكتير مواقع وكتب ممكن كمان إنكم تستفيدوا منها. رح أرجع أنزل الأسئلة مرة تانية والمراجع كلياتها بكومنت على هذا الفيديو، بنفس يعني هذا الفيديو، وإن شاء الله إنكم تستفيدوا منها. طبعاً أكيد مش أسبوع ولا شهر يعني بخليكم تعرفوا حالكم، وبتحتاج أحياناً هاي الشغلة لأسابيع وأشهر، وبتحتاج هاي الشغلة أحياناً سنوات لحتى تعرف عن حالك. بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن العقل الباطني. فعلياً الفيديو هذا والفيديو الماضي هم زي البيسك لتبلش إنك تطور من حالك، ومهم جداً إنك تعرف عن العقل الباطني، لأنه فعلياً بالأيام الجاية رح نحكي كتير عن هذا الموضوع، ومن خلاله يعني بتقدر إنك تغير الأشياء اللي ما بدك إياها. في إحنا عنا نوعين من العقل، عقل الواعي والعقل اللاواعي. إيش الفرق بينهم؟ العقل الواعي اللي هلأ أنا قاعدة بستخدمه، اللي هو بكون مركزة وأنا بحكي، أوكي؟ وكمان نستخدمه في وقت الامتحانات مثلاً، بوقت لما تحل مسائل يعني حسابية وغير هيك أشياء. أما العقل اللاواعي بيسموه كمان العقل اللاشعوري والعقل الباطني. فلياً حياتنا كلياتها مبنية عليه. كيف يعني؟ يعني أنت مثلاً لما تحكي أي كلمة فهي محسوبة عليك. كيف؟ إنه هذا العقل اللاواعي كأنه بيسجل لك إياها، بيسجلها وبيخزنها عنده، وبيبلش شوي شوي بتبلش انت شوي شوي تآمن بالكلمة اللي انت حكيتها. مثلا بتحكي عن حالك انك انت مثلا نحس، اوكي؟ مع الوقت رح تآمن بهاي الفكرة، غير هيك انه رح يجذب لك كل المواقف وكل الاشخاص وكل الناس اللي رح تثبت لك انه هذا الاشي فعلا انه موجود فيك. في شغلة تانية كمان كتير مهمة، انه العقل الباطني ما بيميز بين الاشياء الصح والاشياء الخطأ. يعني مثلا لو كنت قاعد مع اصحابك وبلشتوا تحكوا مثلا وتمزحوا مع بعض، وحكيت انه يا الله والله حظ نحس، او حد حكى لك هذا الاشي، فهو عقلك الباطني رح يخزنها، اوكي؟ ليش؟ لانه ما بيميز بين الاشياء الصح والاشياء الخطأ. هذا الاشي احنا يعني ممكن يكون له جانبين، جانب سلبي وجانب ايجابي. بالجانب السلبي انك لما تبلش تحكي اشياء سلبية وزي هيك، فهذا الاشي رح يأثر على حياتك. لكن انت ممكن تستغل الفرصة وتركز على حكيك وطريقة كلامك لحتى تخلي عقلك، لحتى انت تتحكم بعقلك الباطني، ما تخلي عقلك الباطني هو اللي يتحكم فيه. هلا انت كيف ممكن تتحكم بهذا الاشي؟ عن طريق ثلاث طرق. طبعا في طرق كثيره ممكن ترجع لاي مرجع. في على سبيل المثال كتاب الدكتور ابراهيم الفقي قوه العقل الباطني، صراحه كثير مهم وكثير مفيد وراح يفيدكم كثير اذا قراتوه. بس انا جمعت لكم ثلاث طرق يعني سهله وممكن انه كل يوم تعملوها. اللي هي اول وحده انه ممكن تركز على طريقه تفكيرك والكلام اللي بتحكيه مع حالك. شغلة كتير مهمة انك تعرف انت شو بتحكي، يعني تكون واعي على كل كلمة انت بتحكيها، لانه زي ما حكيت لكم عقلك الباطني ما بيميز بين الاشي الصح والخطأ، فضروري جدا جدا انك تركز وتكون واعي على الكلام اللي انت بتحكيه. شغلة تانية كتير مهمة انه الناس اللي حواليك ممكن كمان يأثروا فيك، فحاول انت تختار الناس الناجحين الايجابيين عشان هذا الاشي يساعدك لقدام انه تكون زيهم. آخر إشي اللي هو التصور الخيالي. كيف يعني؟ يعني لما تبلش تتخيل أشياء سلبية، حاول أنت دغري توقف وتبلش تفكر بالأشياء الإيجابية، تغير يعني تحول التخيل هذا من سلبي لإيجابي. آخر نصيحتي لكم اللي هي أنكم تركزوا على آخر 10 دقائق من قبل ما تناموا. ليش؟ لأنه بحكي لكم شعوركم يعني بهاي الليلة رح ينتقل معكم تاني يوم. يعني إذا كنت حزين فشعورك لما تصحى رح يضل حزين، وإذا كنت مبسوط نفس الإشي. أما الشغلة الثانية اللي كتير مهمة اللي هم الأطفال، الأطفال لازم إحنا نركز على الكلمات اللي بنحكي لهم إياهم، خصوصا إذا كانوا ما بين سن السنة ل 12 سنة، يعني الفترة ما قبل المراهقة. السبب
انه لانهم وهم صغار بتكون عندهم القدره على الاستجابه اكثر من انهم يرفضوا الاشياء اللي احنا بنحكي لهم اياها. فمثلا اذا انت حكيت لابنك انك انت فاشل فهذا الاشي ممكن يستمر معه لسنوات كثيره، لانه خلص يعني كانه بس بيستجيب، ولما يستجيب انه هاي الفكره يعني خلص امن فيها. فحاولوا انكم يعني تختاروا الكلمات المنيحه والايجابيه اللي ممكن انها تطور ابنكم، ما تقلل من يعني من قيمته او انه تخليه يشعر يعني تقلل من شعوره بالثقه بالنفس. فعشان هيك يعني حتى لو انكم لقيتوا مثلا ضعيف الشخصيه او كذا، حاولوا انكم انتم تساعدوه انه يقوم، ما تنتقدوا. يعني في كثير طرق كمان في علم النفس ممكن انها تساعدكم انكم يعني تغيروا شخصية ابنكم للأحسن. بتوقع هيك بكون خلصت كل الأشياء اللي حابة احكي لكم اياها، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. المرة الجاي رح يكون الموضوع انه كيف احنا نتقبل شكلنا الخارجي، لانه كثير بسمع من الناس انهم ما بحبوا يعني اي شيء من جسم خارجي. فعشان هيك حابه احكي عن هذا الموضوع وكيف احنا ممكن نغير الاشياء السلبيه اللي فينا او اللي بنعتقدها انه بشكلنا الخارجي انها مش منيحه لاشياء ايجابيه، او على الاقل نصير نتجاهلها وما تصير تعمل لنا عائق لاي شيء قدام.